لا شك أن الراحل والفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أرسى قيما صلبة للتسامح والسلام في المنطقة والعالم قبل أن ينتقل إلى جوار ربه تاركا إرثا عظيما في الحكمة والوفاء. نتوقف قليلا مع هذا التقرير الذي يرصد مآثر الراحل الشيخ خليفة بن زايد ونعود إليكم. ولد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين، وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. عاش الشيخ خليفة مع عائلته في قلعة المويجعي في مدينة العين، وتلقى تعليمه المدرسي في مدينة العين في مدرسة هانية التي أنشأها الشيخ زايد رحمه الله. قضى الشيخ خليفة معظم طفولته في واحات العين والبريمي بصحبة والده الذي حكم منطقة العين في ذلك الوقت، وحرص الشيخ زايد على اصطحاب نجله الأكبر في معظم نشاطاته وزياراته اليومية في منطقتي العين والبريمي، وكان لواحتي العين والبريمي أهمية اقتصادية واستراتيجية لإمارة أبو ظبي. عندما انتقل المغفور له الشيخ زايد آل نهيان إلى مدينة أبو ظبي ليصبح حاكم الإمارة في أغسطس من عام 1966، عين نجله الشيخ خليفة الذي كان عمره 18 في ذلك الوقت ممثلا له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها. سار الشيخ خليفة على خطى والده واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحسين الزراعة. خلال السنوات التالية شغل الشيخ خليفة عددا من المناصب الرئيسية، وأصبح المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده، وتولى مهام الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى. في الأول من فبراير من عام 1969 عين ولي عهد لإمارة أبو ظبي ورئيساً لدائرة الدفاع، وتولى بحكم منصبه قيادة قوة الدفاع في الإمارة. في 23 من ديسمبر من عام 1973 تولى الشيخ خليفة منصب نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الثاني. تم انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة في 3 نوفمبر من عام 2004 في أعقاب وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. بعد انتخابه رئيساً لدولة الإمارات أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان الرخاء للمواطنين. وبعد رحلة امتدت ل73 عاماً فقدت دولة الإمارات قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد رحلة طويلة من العطاء قدم فيها الكثير لبلاده وأمته. غفر الله للفقيد وأنزل عليه شآبيب رحمته. أتحدث عن مآثر الفقيد وإنجازاته التي قادها خلال عقدين من الزمن مع الدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي. حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ جمال. دكتور أحمد، الفقيد قاد الإمارات بعد مرحلة التأسيس، وش أهمية هذه المرحلة للإمارات؟ إلى أي مدى أسهم عهد الشيخ خليفة في إرساء خلينا نقول قواعد الدولة وإرساء الاستقرار والرفاه في الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ جمال، ومن خلالكم أقدم التعازي الحارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وأدعو الله لسمو الشيخ محمد بن زايد أن يواصل هذه المسيرة التي وضعها فيه هذا الشعب الكبير من خلال مبايعته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فندعو له بالتوفيق والسداد. سؤالك الكريم، ما في شك أنه أصعب المراحل التي تمر بها الدول هي
المرحلة التي تأتي بعد التأسيس. وهذا حقيقة نموذج مثل ما حصل في الإمارات، أيضا كان عندنا في المملكة العربية السعودية. فالشيخ زايد رحمه الله هو الذي تولى مرحلة التأسيس، كانت 7 إمارات ثم خروج بريطانيا، وكانت هذه عبارة عن مشيخات متباعدة، وكل مشيخة لها سياستها ولها نظامها. فقامها الشيخ بحكمته وببعد نظره، وهو كان شيخا لأبو ظبي التي تعتبر هي أكبر المشيخات في ذلك الوقت، بجمع هذه الدرر 7 في عقد واحد تحت مسمى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الوقت الحقيقة هي مرحلة التأسيس، وضع الدستور كان من 150 مادة في البداية، وضع الأسس مثلها مثل أي بناء. أي بناء إذا أردت أن تعليه فلا بد أن تبدأ بمرحلة التأسيس. فالشيخ زايد رحمه الله بعد أن وضع هذه الأسس القوية التي تقوم على الاحترام المتبادل، وضع السياسة الخارجية التي الآن هي لا زالت ماشية، وضع أيضا السياسة الداخلية وهي بناء المواطن الإماراتي من تحت الصفر. كل شعوب الجزيرة العربية كنا بدأنا من تحت الصفر، يعني ليس ما كان في شيء بسر. بالضبط، ولذلك احنا نفتخر بهذا الشيء اننا بدأنا من تحت الصفر والان نحن نعانق السماء. فهكذا دولة الإمارات بدأت من صحراء قاحلة لا ماء ولا شجر، ولذلك مرحلة الشيخ زايد في بداياتها تتمت بالتأسيس، رغم انه الله يغفر للشيخ زايد في العقد الأخير من مرحلته انطلق ووضع الأسس وسلم هذه الدولة القوية المتماسكة، وقد أصبحت في تحتل مكانة على مستوى العالم على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على صعيد التعايش، على صعيد العلاقات الدولية من خلال تلك الحكمة. وأنا دائما أقول أن دول الخليج الست رزقت بحكماء، ولذلك كلما ذهب أو مات منهم قلنا ذهب حكيم، ذهب حكيم المملكة العربية السعودية، حكيم الكويت، حكيم قطر، حكيم البحرين، حكيم الإمارات، حكيم عمان. هؤلاء الحكماء هم الذين أسسوا مجلس التعاون الخليجي. انظر هذا البعد، لم يكتفوا بما بنوه في بلدانهم وفي دولهم، وإنما رأوا أنه أيضا هذه المنظومة تستحق أن يكون لها كيان. جاء الشيخ خليفة رحمه الله ليستلم هذه الدولة، وقد أسست تأسيسا جيدا وتأسيسا قويا، فانطلق في عقدين من الزمن على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. الصعيد الداخلي استطاع أنه المواطن الإماراتي الذي قلت أنه بدأ أجداده من خيمة في البر ليصل إلى القمر. الكلام هذا ليس في أوروبا أو في أمريكا التي ربما أخذت قرون، وإنما في سنوات. وهذا الحقيقة لابد أن يحسب، عندما تنطلق من الأرض إلى المريخ في سنوات بسيطة، فهذا السياسة لا تجدها إلا في الإمارات، لا تجدها إلا في المملكة العربية السعودية، في دول قليلة جدا التي تعمل بجد وتعمل لبناء هذا المواطن. وصل المواطن الإماراتي على الصعيد الاقتصادي ليكون أعلى أو من أعلى دخل على مستوى العالم، هذا على الصعيد الدخل. البترول والنفط الإماراتي دخل إلى كل بيت داخل الإمارات. السياسة التعليمية قامت على بناء المواطن والمواطنة الإماراتية. سياسة اقتصادية فتحت البلاد بحكم أنه الدولة دولة الإمارات سكانها المحدودين، لكن انظر بعد النظر، بدل أن تبعث هؤلاء المواطنين ليتعلمون في الخارج فقط ويعودون، أتينا بالخارج أكثر من 200 جنسية تعمل في الإمارات في التقنية، في الحاسب، في الاتصالات السلكية، في البناء، في الإعمار، في الأمن السبراني، في الأمن الفضائي، في الصناعات الثقيلة، في التحويلية. فأصبحت دولة الإمارات عبارة عن ورشة لا تكل ولا تمل. سأتحدث معك دكتور عن الإمارات، مستقبل الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، أسأل الله له التوفيق والسداد، لكن بعد نأخذ معي عبر زوم الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات. أهلا بك دكتور عبد الخالق. بالبداية
تعازينا الحارة لكم ولشقائنا في الإمارات قيادة وشعبا في فقيد الأمتين العربية والإسلامية سمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله. شكرا يا سيدي على التعزية، والبقاء والدوام لله، وعظم الله أجرنا جميعا في فقيد الإمارات والخليج والأمة العربية. دكتور، مدرسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وضعت قواعد صلبة لشكل دولة الإمارات ومستقبلها اليوم فيما يتعلق بالتمكين والتعايش. حدثني أكثر عن هذه المرحلة طوال عقدين والتي كان يتولى فيها الشيخ خليفة مقاليد الحكم في الإمارات. الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله كان أولا وقبل كل شيء أبا لمليون مواطن إماراتي، وكان أبا متواضعا رحيما، وكان رئيسا لفترة ربما هي من أصعب الفترات لأنها أتت بعد وفاة الأب المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان. فأن يتولى هذه المهمة بعد شخصية كاريزمية وتاريخية ضخمة فلم تكن الأمانة والمسؤولية بسيطة. رغم ذلك حافظ على الأمانة، أدى المسؤولية، رسخ المسيرة، وسلم الأمانة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فعليه الرحمة على ما قدمه. ومن بين أبرز ما قدمه ربما سجله من السنة الأولى، سجله في تمكين المواطن الإماراتي، التمكين السياسي الذي انطلق خلال فترة رئاسته لدولة الإمارات. أبقى معي دكتور عبد الخالق، أستميحك وأستميح الدكتور أحمد الشيري في أن نشاهد هذا الكرت الذي يضم أبرز المحطات في مسيرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعود لضيوفنا للتوسع في هذا الأمر. ولد في مدينة العين يوم 11 من شهر مارس لعام 1961 ميلاديا، الابن الثالث للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس وأول رئيس لدولة الإمارات. نشأ تحت رعاية والده ووالدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. أتم سنواته الدراسية بين مدينتي العين وأبو ظبي. تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة. شغل مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري قوات النخبة في الإمارات إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا. تولى ولاية عهد إمارة أبو ظبي في نوفمبر عام 2004. أصبح نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في يناير عام 2005. شغل عدداً من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية في البلاد في أغلب فترات العقد الماضية. في الرابع عشر من شهر مايو من عام 2022 انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. تلك كانت أبرز المحطات في مسيرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. دكتور عبد الخالق، الحديث اليوم عن الشيخ محمد بن زايد يقولنا إلى سؤال مهم جدا، عوامل النجاح اليوم التي يحتاجها الشيخ محمد بن زايد في إدارة دفة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي. الشيخ محمد بن زايد قام بهذا الدور بالنيابة وبالوكالة وبالنيابة عن رئيس الدولة
خلال العشر أو 12 سنة الأخيرة، فهذا الدور ليس بجديد عليه. أولا زار جميع عواصم المنطقة والعالم واستقبل استقبالا وكأنه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى بزعماء العالم والتقى بزعماء المنطقة واستقبلوه وكأنه رئيس الإمارات العربية المتحدة. فإذا أولا هذا الدور الذي أصبح الآن يتولاه رسميا ودستوريا ليس بالجديد على الشيخ محمد بن زايد. أعتقد بعد هذا وذاك أنه الشيخ محمد بن زايد أثبت أنه هو قائد بالولادة، قائد بالفطرة، وخرج من مدرسة زايد وجاء أولا كرئيس للأركان كما ذكرت بجدارة، ثم أصبح وليا للعهد بجدارة، والآن أصبح رئيسا لدولة الإمارات أيضا بعد أن راكم سجلا معرفيا وتنمويا واستجمع كل هذه الخبرات خلال كل هذه الفترة في أبوظبي عندما كان وليا للعهد وحاكما لأبوظبي، وعندما كان أيضا خلال كل هذه الفترة يقوم بدور الرئيسي بإجماع الجميع بأنه كان بالفعل الشخص المستحق لهذا المنصب. فجميع المؤشرات تنبئ بأن المرحلة القادمة ستكون استمرارا للعصر الذهبي الذي تعيشه الإمارات حاليا. دكتور عبد الخالق، الشيخ محمد بن زايد زي ما تفضلت كان له دور كبير يمكن جدا حتى في دعم العديد من 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 دول المنطقة للاستقرار واستدامة التنمية. عن هذا الدور للشيخ محمد بن زايد أود أن نتحدث هنا دكتور عبد الخالق. يعني منذ 2010 2011، منذ ما برز الربيع العربي واندلعت الثورات المصاحبة لهذا الربيع العربي، والشيخ محمد بن زايد كان في مقدمة من تصدى لقوى الفوضى في الوطن العربي، حمل راية التصدي لقوى الفوضى المتمثلة تحديدا في الإخوان وبعد ذلك داعش وبعد ذلك القاعدة وما إلى ذلك، فكان حقيقة يحمل هذه الراية و بالتعاون والتنسيق مع العواصم الرئيسية في المنطقة خاصة الشقيق السعودية الرياض وخاصة مصر وبقية دول الاعتدال. فأولا وقبل كل شيء كان هو من يحمل مسؤولية من تصدى لقوى الفوضى وحمل راية إعادة الاستقرار لمنطقة دخلت في أتوان الفوضى. وعندما نعود اليوم لسنة 2022 نرى أن هذا الرجل بالتعاون مع قوى الاعتدال والاستقرار تمكن أن ينجز مهمة تاريخية ليست للإمارات وإنما لعموم المنطقة. ابقى معي دكتور عبد الخالق. دكتور أحمد، عن دور الشيخ محمد بن زايد، عن وقفات الإمارات الأصيلة اليوم مع السعودية ومع العديد من الدول العربية، عن العشر أعوام الماضية التي كان يمر فيها العالم كله بقلاقل وتحديدا منطقة الشرق الأوسط، ماذا نقول عن دور الشيخ محمد بن زايد؟ أولا لابد أن أصل نقطة مهمة جدا، وهو أنه الشيخ محمد هو تخرج من جامعتين مهمتين جدا طبعا، غير الجامعات المدنية اللي دخلها، جامعة سانت هيرست والأشياء دي، جامعة الشيخ زايد وجامعة الشيخ خليفة، لأنه عاصر والده رحمه الله وعاصر أيضا أخيه الأكبر الشيخ خليفة. فتكفي هذه المدرستين أنه الشيخ محمد سيقدم وسينطلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك ربما أدعو له بالتوفيق والعون أكثر مما أدعو له بالتهنية، بأنه الذي يحمل مثل هذا الإرث الذي جاء بعد رمزين كبيرين مثل الشيخ زايد والشيخ خليفة، أعتقد أنه الحمل كبير والمسؤولية أكبر. لكني مطمئنا جدا، وهذا الحقيقة ما يعزينا في فقد الشيخ خليفة، أنه محمد بن زايد هو الذي سيتولى هذه المسؤولية، وهو الخبير بكل شيء.
إن بغيت على الصعيد السياسي فهو تتلمذ على يد الشيخ زايد وعلى الشيخ خليفة. على الصعيد الاقتصادي هو كان قائد أو هو الذي كان مهندس دولة الإمارات الحالية. على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد العلاقات الدولية، على صعيد البناء، على صعيد الصناديق السيادية، على صعيد لأنه عسكري، وبالتالي مثل ما تفضلت على البنية أو اللحمة الخليجية رأيناه في الثلاثي المنقذ الحقيقة وهي السعودية والإمارات ومصر التي حافظت على الوطن العربي من ثورات 2011 ومن التدخل الأمريكي ومحاولة زعزعة الأمن في الوطن العربي. كانت السعودية ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية هو ذلك الثلاثي الذي استطاع أنه يحافظ على الخيمة، على الخيمة العربية والخيمة الإسلامية. من ماذا؟ انطلاقا من مسؤولية كبيرة تتحملها هذه القيادات من شعوبها. ولذلك نعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقدين الماضيين في عهد الشيخ خليفة هي عانقة السماء. الآن إلى أين ستصل؟ أعتقد أن طموح الإماراتيين لا يتوقف، وهذا شيء نفخر به كلنا، لأنه أي إنجاز لأي دولة عربية هو إنجاز للجميع. لذلك إحنا أول من صفق وأول من افتخرنا عندما بعثوا المسبار الإماراتي إلى الفضاء. أيضا سنصفق، صفقنا لهم عندما استضافت الإمارات أيضا معرض أكسبو الذي زاره العالم وجاءه العالم لينظروا ماذا قدمت دولة الإمارات على جميع الأصعدة. سوف نصفق أيضا للإمارات وهي تنطلق الآن بيد هذا الشاب ليكون أيضا مع أشقائه الأمير محمد بن سلمان وأيضا في قطر وفي الكويت وفي عمان وهؤلاء. هذا فكر الشباب الآن قادم، وهذا سيلبي طموح الشعوب الخليجية الشابة في الوصول إلى مصاف الدول. نحن الحمد لله نمتلك القدرات المالية، نمتلك القدرات الجغرافية التاريخية، العقول، الذكاء، وطموح هذه القيادة التي تلبي رغبات ونبض هذه الشعوب. هذا النموذج الإماراتي الحقيقة الذي تمخض خلال العقدين الماضيين على الصعيد الداخلي، استطاعت دولة الإمارات العربية أن مثلها مثل السعودية مثل دول الخليج أن نخرج من أزمة كورونا. وأنا أقدم النموذج السعودي وأقدم النموذج الإماراتي كأفضل نموذجين على مستوى العالم. لم يتم عندنا إقفال شركة أو إقفال بنك أو فقدان أي وظيفة من الوظائف. أولوية الإنسان، أولوية الإنسان كانت موجودة بالإمارات السعودية. نعم في أول يوم كان الدولة ملتزمة، كذلك دولة الإمارات التزمت، لذلك لم تسفر عامل واحد في أزمة كورونا. أحسنت. الجميع بقي في هذه الدولة الآمنة المطمئنة. أحسنت. دكتور عبد الخالق، كيف ترى اليوم نموذج العلاقة المميزة والخاصة بين الإمارات والسعودية؟ التنسيق مع السعودية كان ولا زال على رأس أولويات السياسة الخارجية للإمارات، الدبلوماسية الإماراتية. وهذا التنسيق تجلى عندما شاهدنا الجندية الإماراتي والجندية السعودية، الضابط الإماراتي والضابط السعودي والقائد العسكري السعودي والقائد العسكري الإماراتي يعملان جنبا إلى جنب وفي خندق واحد خلال 6-7 سنوات في اليمن. وبعد ذلك هذه العلاقة الأخوية القوية التي نشأت بين المحمدين، الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، رسخ هذه العلاقة ودخلنا في مرحلة لم نشهدها خلال كل تاريخنا. العلاقات السعودية الإماراتية اليوم يعني في أفضل حالاتها وتتجه باستمرار نحو الأفضل. فإذا أول بند في السياسة الإماراتية الخارجية العمل على تعزيز هذا التنسيق. طبعا هناك تنسيق مع السعودية كما أن هناك تنسيق مع مصر وتنسيق مع دول الاعتدال. فنتحدث اليوم عن محور اعتدال أبوظبي، الرياض، القاهرة، عمان، المنامة، الرباط. هذا المحور تمكن من تحقيق إعادة الاعتدال والاستقرار إلى هذا الوطن الذي افتقده خلال ثورات الربيع العربي. ثم إن بعد هذا وذاك يعني الإمارات والسعودية تشكلان جناحي ما أسميه بلحظة الخليج في التاريخ العربي. هناك اليوم مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، المواطن الإماراتي والمواطن السعودي والمواطن الخليجي عموما 36 مليون خليجي اليوم، عندما ترى وضعه وتقارنه بما كان عليه أولا قبل ربما
40 سنة، وتقارنه بما أصبح عليه وضع المواطن العربي في أي دولة عربية أخرى من الشرق إلى الغرب، ترى أن هذا المواطن الخليجي استثمر فيه استثمارا في تعليمه، في صحته، في ازدهاره، في تطلعاته نحو المستقبل، في وصوله إلى ما وصل إليه، ما لم يصل إليه أي عربي آخر خلال 100 سنة الماضية. هذه لحظة الخليج، وهذه اللحظة ترفرف وتحلق بالجناحين السعودي والإماراتي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الخالق. نقول أنه أفل ظل لزايد وأشرق ظل لزايد، كل أمنياتنا للإمارات قيادة وشعبا بمزيد من العزة والرفعة والتمكين، وبإذن الله من استقرار إلى نمو إلى ازدهار في قابل الأيام. بعد الفاصل لنعود.